السلام عليكم. اليوم رح نحضر تاكو بدجاج البافلو. حنحضر كمان صوص البافلو، جدا سهل. نحتاج لصدور دجاج تكون متلجة مجددا، بس نقليها. وعندنا صينية الكوب كيك، نقلبها ونرص فوقها التورتيلا. حاولوا تجيبوا التورتيلا أصغر من هذا الحجم، أنا للأسف ما لقيت أصغر من الحجم ده. وندخله الفرن كم دقيقة ونخرجه. ممكن تدهنوا بشوية زيت زيتون إذا تبوا القرمشة تكون واضحة فيها. هنا بعد ما خلصنا من قلي الدجاج نبدأ بالبافلو، جدا بسيط. ملعقة من الثوم وملعقة من الزبدة ومن الشطة والكاتشب، وندوبه على النار أو في الميكروويف ويكون جهز. ونجيب الدجاج ونحطه في الصوص ونقلبه، جدا خطير. الريحة تجنن كأنه من السوق، ممكن تاكلوه كذا، مرة رهيب ما شاء الله. هنا بعد ما خرجنا التورتيلا قرمشة بسيطة على شوية طراوة، أنا أحبه زي كذا، ما أحب يكون مرة قرمشة واضحة. وأضفنا الخس والطماطم والأفوكادو وجبنة شيدر أو مكسيكية ورانش، وكذا انتهينا من التاكو. جدا سريع وبسيط، وشوفوا ما شاء الله كيف الجمال، شيء من الآخر خرافي. طعمه مرة رهيب، تحسوا بانفجار في النكهات في فمكم صراحة من الآخر، لازم تجربوا. وبالنسبة لي عجبني أكثر من التاكو اللي يكون باللحم المفروم، صراحة البافلو ولا أطيب. وأنا حضرت هنا تورتيلا بالقمح الكامل، جدا رهيبة. طبعا ما في فرق بينها وبين التورتيلا العادية. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة، ولا تنسوا اللايك والاشتراك، ومع السلامة.